شكرا جزيلا على المواكبة الإعلامية للأكاديمية والأبطال جهات الدار البيضاء ستات اللي تميزوا في هذا الاستحقاق الوطني اللي يمكن نفتخروا به كاملين كمغاربة، لأنه بالفعل وزارة التربية الوطنية حققت واحد القفزة واحد طفرة مهمة هذا الموسم، بحيث عرفت تحسن نسبة ب 8 ديال النقاط على المستوى الوطني. على صعيد جهات الدار البيضاء ستات حسنت نتيجة بتسعود ديال النقاط المئوية، والنتيجة كانت نوعية بالنسبة لجهات الدار البيضاء ستات. لاحظتوا ما يفوق 55% من الحاصلين على البكالوريا بجهات الدار البيضاء ستات هما حصلوا عليها بميزة، وهذا يعني واحد المؤشر ديال الجودة. أيضا حصدنا أعلى معدل يعني على صعيد المملكة المغربية ب 1962 اللي حصدوه تلميذتين تلميذ يعني بنفس المعدل، تلميذة من المديرية الإقليمية البرنوسي وتلميذة من مديرية مولاي رشيد. وأيضا هناك تتويج ديال 15 تلميذة وتلميذ يعني على صعيد جهة الدار البيضاء ستات بأفضل المعدلات على صعيد 14 المسلك دراسي، وهذا شيء جد مهم ما كانش يمكن يتحقق لولا انخراط نساء ورجال التعليم، اللي بهذه المناسبة كنقدم لهم الشكر الجزيل يعني على الاستماتة ديالهم طيلة تنزيل البرنامج والمخططات الجهوية والإقليمية والمحلية للدعم التربوي اللي ساهمت بالفعل يعني في تحقيق هذه النتيجة. كانت أيضا واحد العامل إيجابي أيضا اللي استفدنا منه هو تفعيل برنامج العمل التربوي اللي كيقدموه طلبة المسالك علوم التربية بالكليات والجامعات المغربية، واللي ركزنا من خلال التدخل ديالهم على الامتحانات الإشهادية بطبيعة الحال مع التركيز على البكالوريا، وهذا اللي عطى واحد الأثر جد إيجابي يعني في نتائج جهة الدار البيضاء ستات. الشكر أيضا يعني للسيد والي الجهة اللي كرم اليوم داخل هذا الفضاء الجميل بالولاية ونظم واحد الحفل بهيج لفائدة أبطال جهة الدار البيضاء ستات، تلميذات وتلاميذ المتميزات والمتميزين. وتم أيضا يعني توزيع حواسيب من النوع الممتاز لفائدة تلميذات وتلاميذ الأكاديمية، وهذا تشريف وتحفيز للأكاديمية والنساء ولرجال التعليم المزيد من العطاء المزيد من الرقي منظومة التربية والتكوين داخل جهة الدار البيضاء ستات. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.